مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا ودايما وجودكم معانا هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده هنعمل فيها برضو اكلات موفره، وبرضو احنا مستمرين على هذا المنوال، بنستخدم لحوم بكميات بسيطه جدا، بنستخدم انواع معينه عشان الميزانيه ما تخرمش مننا، يا ما بنستخدمش خالص. فعندنا النهارده كده وكده، عندنا وصفات كده ووصفات كده، فكل حلقه بيبقى عندنا كده الحقيقه، واتمنى ان احنا بس يكون اللي بنحاول نعمله ده بيفيدكم، لان برضو كل اللي بعمله ده وبرضو بانتقد، يعني لدرجه امبارح حد كتب لي انتقاد على الحواوشي مع ان في 3 وصفات من الحواوشي من غير لحوم اصلا، فحد رد عليه ايوه ربع كيلو لحمه. واحده بقى بص يا نور، واحده ضحكتني قوي، قالت لهم يا ناس تعملوا لكم حواوشي بالميه بس علشان ما تنتقدوهاش. فمش عارفه اعمل ايه الحقيقه، احنا بنحاول والله وبنحاول، وفي الاخر هو زي ما قلت وزي ما بقول دايما، ده محتوى برنامج لازم يرضي جميع الأذواق، جميع الميزانيات، جميع الأفكار، ومش هينفع يتحد في حتة واحدة بس، فبنحاول نعمل توازن. فأتمنى أن ده يكون أي شيء مفهوم ومتقبل يعني منكم. النهاردة عندنا وصفات جميلة جدا بالكوسة، هنودي الكوسة النهاردة في حتة ثانية، هنعمل صينية أجناح الدجاج بصوص الليمون، وهنحط فيها كوسة وبطاطس فهتبقى كاملة ومتكاملة. هنعمل صينية كوسة فيها شوية جبنة صغيرة خالص كده تديها ايه حلاوة، وهنعمل شوربة كوسة. التلات وصفات جمال جدا وان شاء الله يعجبوكم. قبل ما ندخل في الوصفات تعالوا نشوف عبارة الحلقة النهاردة، وعبارة الحلقة النهاردة عن الصديق. الصديق وقت الضيق، إذا ملكت صديقا وفيا فقد ملكت الدنيا بأكملها. وما أعتقدش أن في جملة أصح من دي في الحياة. لسه كنا بنتكلم أنا وأحد أصدقاء يعني على أن الواحد ممكن يتخلى عن حاجات كتير قوي في حياته بس يعيش من غيرها، بس مش هيقدر يعيش من غير صديق. أحيانا جدا بنحتاج صديقنا ده اللي بنروح له ونشكي له يطبطب علينا من غير ما يهاجمنا، من غير ما ينتقدنا. وأحيانا بنحتاج نفس الصديق يقول لنا لا ستوب، أنت كان لازم تعمل كذا، أنت غلطان في كذا، يوقفنا عند حدنا لما نبقى غلطانين. أنا بحس أصدقائي مرايتي، يعني لما بكون أنا أسأت الحكم أو أسأت التقدير أو مش عارفة أحدد على طول بروح لهم، يا جماعة في 1 2 و3 فكروا معايا بصوت عالي، دايما أقول لهم دي كلمتي يعني. والحقيقة يعني من كل الابتلاءات اللي في حياتي، وهي كتير مش لازم يعني بدون الدخول في تفاصيل، ولكن أنا مش مبتلاة في أصدقائي إطلاقا، عندي مجموعة من الأصدقاء يعني ربنا يخلي مش هعلق لا تعليق، عندي مجموعة من الأصدقاء الحقيقة يعني أنا عارفة أن مهما رميت عليهم هم هيشيلوا معايا. فربنا كده إيه يرزقكم في صحابكم، عشان حقيقي الرزق في الصحاب رزق كبير جدا جدا جدا، وبقى نادر في الزمن ده ولا شيء يعوضه. مفيش زي روحتك لحد صاحبك أنت عارف أنك واثق فيه ومستأمن نفسك عليه ومستأمن أسرارك عليه، وتفضفضله كده من اللي مضايقك بحر، أو هو يهديك كده ويمتص غضبك ويشيله معاك. فربنا يرزقكم كده في صحابكم، والرزق في الصحاب رزق كبير جدا جدا لو انتم مرزقين بيه، يعني ادعوا ربنا كتير واشكروا كتير عليه. يلا بينا، وانا من موقعي هذا ببعت حب كبير لكل اصحابي، وهم عارفين نفسهم وعارفين ان هم مهمين ازاي بالنسبه لي. لاف يو تو كلكم حبايبي كلكم. لا هناخد نادين معانا، ناخد نادين معانا. يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل أجنحة الدجاج بصوص الليمون. جناحة الدجاج بصوص الليمون وصفة جميلة جدا جدا جدا، مستخدمين فيها كيلو من الأجنحة، بس أنا حاسة إن ده أقل من كيلو. أوكي ماشي، إحنا شلنا منه الحتة اللي الناس ما بتحبهاش دي فشكله أقل من كيلو. يبقى عندنا كيلو، عندنا 3 بطاطسات شرايح و3 وحدات كوسة شرايح، معلقتين كبار ثوم مفروم، وكوبايتين من عصير الليمون، وزيت زيتون، ومعلقة صغيرة من بهارات الدجاج، معلقة صغيرة من البابريكا، رشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. وطبعا لكم مطلق الحرية انكم تغيروا في البهارات باللي موجود عندكم في البيت، بهارات مش إلزامية اطلاقا، ينفع تتغير في اي وقت بأي كمية عادي جدا. خلوني اجيب طبق. يلا بينا، كله على بعضه في نفس الطبق ده، مش هنروح في اي حته تانية يعني، ولا هنبذل جهد، ولا يعني مفيش مواعين كمان. وخدوا بالكم على فكره الوصفات اللي مفيش فيها مواعين ومفيش فيها تفاصيل كتيره موفره برضو، ما هي المواعين دي يعني حاجات هضطر افغسلها، ميه،
صابون مواعين وقت صح، فهو الوفر بيبقى في كل حاجه. يلا بينا، حطينا البطاطس وحطينا الكوسة. استنى البس جوانتي بقى عشان اشتغل بايدي على طول كده كده على طول كده، واحنا واقفين الموضوع كله ايه كده كده كده، الموضوع كله مش هياخد مننا ايه ثانيه الا ثانيه. لا يلا بينا. الكوسة توم كتير بقى عشان الوصفة دي ما تحلاش غير بتوم كتير. بهاراتنا، بابريكتنا، الأجنحة، ممكن زيت نباتي وزيت زيتون. انا الحقيقه اميل اكتر للزيت النباتي عشان مش هيتحرق في الفرن، وممكن احط شويه زيت زيتون عليه يدي طعمه، بس الاغلبيه تبقى زيت نباتي عشان زيت الزيتون بيتحرق بسرعه، فعشان كده حتى ما بنستخدموش في القلي، مش مناسب للقلي، بس هو طعمه جميل. فانا هحط شويه زيت زيتون مع الزيت النباتي تظبط لنا الدنيا، وعصير الليمون المحترم المعتبر، ملحكو وفلفلكو، ادي الملح وادي الفلفل. ما توطوا التكييف شوية يا حبايبي احسن اني اتجمد. ما ردتوش كلكوا، عملتوا ايه؟ مش سامعين صح؟ يلا بينا ونبدأ كده المساج الجميل. واحنا بنكلم مدام ايمان. يا مدام ايمان اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا مدام ايمان؟ الحمد لله كويسه. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل، نحمد الله. انا بحب حضرتك اول. تسلمي لي يا رب. تسلمي لي يا حبيبتي. انا حضرتك انا ممكن اتكلم معاكي يعني؟ ما تقطعيش الخط والنبي عشان عايزه اتكلم معاكي والله. قولي يا حبيبتي. مش لا استني بس نشوف هتقول ايه يا ياسمين. قولي قولي يا حبيبتي. انا عندي مشاكل وما عنديش اهلي وتعبانه في حياتي قوي. ايه نوعيه المشاكل؟ ايه؟ انا عايزه اتطلق من جوزي وهو مش كويس، وحتى انا مش معايا ان انا حتى اتطلق، وهو عمال حضر يخلص المأذون، وانا والله العظيم ما عندي حد، ومش عارفة أعمل إيه. أنا مش عارفة أوصل لمين ولا أكلم مين. طيب بصي نور، هتاخد رقمك ولو في أي حد يقدر يساعد أو إحنا نقدر نساعد أكيد مش هنتأخر عليك يا حبيبتي. ربنا يفك كربك وضيقتك وتطلعي منها بسلام. و ما أعتقد إنه من أصعب المشاعر في الدنيا إن الست تكون محتاجة تتطلق أو مش سعيدة في حياتها وما عندهاش القدرة المادية على ده، لأن الطلاق أبغض الحلال طبعا، ولكن هو أحيانا بيكون شر لابد منه، فما فيش نقاش على إنه حاجة وحشة، مش حاجة كويسة أبدا أبدا، في أحسن حالاته مش حاجة كويسة، ولكن قد يكون هو المخرج الوحيد، فعشان كده حتى ربنا إيه عمله شرعه. فربنا يهدي لك الحال ان شاء الله. بصوا بقى الصينيه القمر دي مفيش احلى من كده، وانا احب اجي كده ايه على الوش وادي رشه فلفل اسود كمان بس كده. لا حابب يضيف اي خضره اي اعشاب اي خضار عادي جدا، دي صينيه فراخ بسيطه قوي. ممكن نعمل كده وصفه فراخ بسيطه قوي يا جماعه، يعني مش هيبقى في اي مشكله في اي تعديلات فيها، براحتكم تماما. همسح بس اطراف الطبق. وحاجي كده نور اقترحت ان احنا ناخد عود روزماري من هنا نفرفته كده على الوش، وتعالوا نعمل كده، مش هيقول لا.
انا عايزه احطه في الصوص مش اخليه على الوش. ليه؟ علشان لو حطيته في الصوص ينزل طعمه احسن. على الوش الحراره هتقوم ملسوعاه يتحرق، مش هناخد منه الطعم التمام. بس حلو قوي كده زي الفل. ويلا بينا الصينيه الجميله دي هتدخل فرن على درجه حراره 220 حراره من فوق وتحت، وطبعا اللي عنده مروحه توزيع حراره يشغلها، هتخلي الفراخ جميله. وعيني معاها، ممكن احتاج اغطي عليها، لسه مش عارفين، هنشوف الدنيا هتاخدنا ازاي. لو احمرت قوي وهي لسه محتاجه شويه سوا ساعتها بغطي عليها عشان لونها ايه يفضل حلو. وسايبينها كده في النار تعيش حياتها، وهتبقى جميله باذن الله وسهله جدا. تقدروا تعملوها باي قطعه فراخ انتوا عايزينها، فرخه كامله، صدور، اوراك، براحتكم. انا النهارده اخترت الاجنحه، ولكن تقدروا تستخدموا اي قطعه من الفراخ انتوا شايفينها مناسبه. التتبيله اللي احنا عاملينها دي بالظبط كده هي هتبقى جميله جدا لو عملناها مع ريش. فلو حابين برضو تعملوها مع ريش هتكون لطيفه جدا. ملح وميه، ماشي، ملح بس، ماشي. تعالوا نبدا نقول مقادير الوصفه الثانيه، عشان في خطوه كده عايزين نعملها قبل ما نطلع الفاصل. هنعمل الخطوه دي بس ونطلع فاصل. عندنا كيلو ونص من الكوسه مقطعينها شرايح، مقطعينها شرايح رفيعه خالص زي البطاطس كده الشيبسي. 2 بصل ابيض جوليان، كوبايه من الطماطم المجففه، احنا عاملينها في البيت فمش مكلفه بالنسبه لنا، وعملناها طبعا معاكم في البرنامج، ومن الحاجات اللي بتبقى ناجحه جدا لما تتعمل في البيت. 2 من الروزماري الفريش، 2 من الجبنه الموزاريلا اختياري، وممكن تشيلوهم، ممكن تقللوهم، ممكن تخلوهم على رومي، ممكن تستغنوا عنهم تماما زي ما انتم عايزين. 1 كوباية من الدقيق، ونص كوباية من النشا، وزيت زيتون، ومية، وملح، وفلفل اسود. وللوش عندنا شوية بقسماط مطحون. ويلا بينا اول خطوة عايزين نعملها ان احنا نجيب بولة كبيرة نحط فيها الكوسة، ونحط للكوسة ملح، ملحها يعني، وهحط لها شوية مية. ايه الغرض من الخطوة دي؟ الغرض من الخطوة دي ان الكوسة، ان المية دي تدوب الملح اللي فيها. الكوسة من الملح هتنزل شوية مية من اللي فيها، فلما نيجي نعملها صينية ما تبقاش مية كده ومش لطيفة. معانا مروة على التليفون. يا مروة اهلا وسهلا. ايوه يا سي، ازيك يا مروة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. أنا بحب حضرتك جدا، انت معاكي من زمان قوي. تسلميلي يا جميلة، ربنا يعزك ويخليكي. على فكرة ان انا برنامج بتاعك النهاردة مش عارفة اتواصل معاك كل يوم بسبب دروسي الثانوية العامة وكده، فبحب حضرتك قوي. يا روحي ربنا يكون في عونك ان شاء الله بالنجاح يا حبيبتي. يا رب ربنا معاكي ان شاء الله. اهلا بيك يا مروة. عايزة اقول حاجة كمان على المكالمة اللي جات لنا على المدام اللي عايزه تتطلق، وهي بس واقفه على تكلفه المأذون. الطلاق مش قرار يقف على تكلفه المأذون. بعد ما انا هفترض ان انا جيت دلوقتي جبت لك تكلفه المأذون، اي حد كده قال تعالي انا هساعدك بتكلفه المأذون، طب بعد كده هتعيش ازاي؟ فكرتي في ده؟ فالطلاق لازم يتم الترتيب ليه، مش قرار كده بناخده لمجرد ايه ان احنا متضايقين ومعانا ووفرنا تكلفه المأذون. لان بعد كده اتسالت، حتى حد سالني مره قال لي ايه يعني المصاعب اللي في الطلاق، فقلت له ان المصاعب اللي في الطلاق كلها متعلقه بماديات، يعني لو الواحد عنده مشاكل ماديه فالطلاق بيكون اصعب بكتير جدا، لكن لو ما عندوش الحاجات كلها بتكون معنويه او نفسيه، وده سهل هندلته يعني، بيتم التعامل معاه، واحيانا كمان ما بيكونش موجود. ولكن ماشي، بعد ما تجيبي فلوس المأذون وتطلقي هتعيشي ازاي؟ لازم تفكري في ده كويس جدا جدا، لان ده اهم بكتير جدا من فلوس المأذون. لو حد ساعدك في فلوس المأذون او في فلوس اجراءات او في فلوس اي حاجه، طب وبعد كده؟ بعد كده ايه اللي هيحصل؟ خدي بالك جدا جدا طبعا ان تكوني مرتبه كويس للقرار ده لو انت مضطره ليه. عملنا الكوسه في الميه اللي بالملح، وهنسيبها شويه كده لحد ما ترجعوا لنا من فاصل صغير، مستنياكم.
ورجعنا من الفاصل. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الكوسه اللي احنا قلبناها دي بتسيبوها مثلا تلت ساعه نص ساعه بالكتير قوي. انا طبعا ما عنديش الوقت ده، فانا هسيبها الحبه اللي انا سبتها دول وهكتفي بيهم، وهتيجوا تصفوها. استنوا بقى نلبس جوانتي عشان ايه نشتغل بايدينا. انا ما اعرفش بلوفراتي اليومين دول كل كمامها طويله. انا بناشد مصنعين الملابس في مصر انهم يعملوا بلوفرات كمامها قصير للناس القصيره اللي ايديها قصيره اللي كلهم قد كده اصلا. فمن فضلكم الكمام طويله قوي عليا. يلا بينا. تمام، هننزل كل الميه. بصوا بتلاقوا الميه بقى لونها اخضر، ليه؟ الكوسه نزلت شويه من ميتها، وهذا بالظبط اللي احنا عايزينه. وهناخد الكوسه الحلوه القمر دي نحطها هنا، نرجعها في البوله. وشايفين الميه اللي نزلت من الكوسه دي كمان عايزينها. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا نحط على الكوسه الجبنه، الجبنه اختياريه يا جماعه، اللي مش عايزها يستبعدها تماما تماما. انا بس يعني بحاول اظبط لكم كده الدنيا، وانا عارفه ان في ناس الجبنه غاليه عليها. اللي ما عندوش على فكره الوصفه دي تنفع بجبنه قريش، تنفع بجبنه بيضه، تنفع بجبنه رومي، تنفع بجبنه شيدر، تنفع من غير جبنه خالص. اللي موجود عندكم ينفع تحطوا معاها شويه عصاج، ينفع تحطوا معاها شويه فراخ. احنا بندي فكره وبنوفر فيها بالطرق بالمتاح، او بنقول ازاي كمان ممكن اخليها اوفر. هحط البصل كمان هنا، وهاجي هنا على الميه هحط النشا والدقيق. مش هحط الدقيق كله، هجيب مضرب سلك وهقلب. عايزه اعمل عجينه زي عجينه القطايف كده في تقلها، دي خفيفه كده قوي، فهحط بقيه الدقيق اللي عندي. تمام، السمك كده تمام. نقلب كويس. زي الفل كده. بقلبها بس لحد ما يبقى ما فيش كلكع دقيق ولا نشا. وهاجي دلوقتي، وصفة غريبة يعني، بس أنا شفتها في فيديو أجنبي عجبتني قوي، قلت لازم أشاركها معاكم. مش اختراعي، عشان هو يعني ايه كلنا بنشوف حاجات بنتاثر بيها وبنقتبس منها، ما فيش مشكله. غيرنا فيها بس ايه ما يناسب ذوقنا، وقلنا الفكره جميله نطبقها، ايه المشكله يعني. طبعا ما بقاش عارفين للاسف مين اللي عمل الوصفات دي، بتبقى وصفات كده منتشره على صفحات طبخ، فما بيبقاش عندنا الفرصه ان احنا نذكر الشخص باسمه يعني، لو نعرف بنقول على طول. وهاجي اعمل ايه دلوقتي؟ هاجي اخد ملح. افتكر ان انا اصلا مملحه الكوسه من الاول فما بالغش. فلفل، وهقلب كل حاجه مع بعضيها. عايزه العجينه دي تغلف كل كوسايه وتتخلط معاها كويس جدا، والتوابل طبعا وكل حاجه. اللي مش حابب طماطم مجففه، ما عندوش، مش عايز يعمل، مش عايز يشتري، مفيش مشكله، ممكن يحط طماطم عاديه، يشيل بس منها البذره اللي فيها ميه مش اكتر. بس كده نقلب كويس. وهعمل ايه دلوقتي؟ طبق. انا ما عنديش طبق بايركس كبير، عايزه البيضاوي الكبير ممكن، لان دول صغيرين قوي على الكميه، او المستطيل اللي زي اللي في الفرن اللي انا عملت فيه الفراخ. مش في واحد تاني زيه؟ لا. ماشي، ما انا عماله افكر هو يكفي ولا لا. ايه رايك يكفي؟ طيب يلا نشتغل بيه.
خلاص خلاص يا طه اللي معايا تمام. خلي بك خليك خليه جنبنا يعني، عشان لو اتزنقنا اقول لك ابعت على طول، خليه جنبنا. يلا هنحط زيت، لا هحط زيت نباتي. انا ما بحبش ادهن زيت زيتون بيتحرق بسهوله، فهدهن زيت نباتي. حط شويه زيت نباتي حلوين ووزعهم في الطبق. لاحظوا ان انا مش حاطه اي دهون في الوصفه دي لحد دلوقتي، فعشان كده انا حطيت زيت دلوقتي براحتي. بعد كده هجيب فرشه واخد كده من الزيت ده على الجناب، وناخد اسراء على التليفون. يا مدام اسراء اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبة قلبي عاملة ايه؟ انا بحب حضرتك قوي. تسلميلي يا رب، ربنا يخليكي. تسلم ايدك. اشكرك يا حبيبة قلبي، اهلا وسهلا بيكي. بعرف انك كنت عايزة حالة على الفطير. فطير مشلتت ولا فطير اللي هو بتاع المحلات؟ فطير مشلتت. حاضر نجيب لك حد، احنا قلنا هنجيب حد من الفلاحين يعمل لنا فطير. فطير مشلتت. حاضر حاضر يا حبيبة قلبي، بس احنا الصراحة من اولوياتنا دلوقتي ايه، مديني الحلقات كلها الوصفات الموفرة، بس حاضر اوعدك ننفذ اللي قلناه. بمناسبة المكالمة اللي جت، المدام اللي عايزة تنفصل أو تتطلق ومش عارفة، أنا مامتي برضو قالت لي معلومة هقولها لكم من باب إيه الأمانة يعني. قالت لي إن المجلس القومي للمرأة بيساعد أي سيدة مش قادرة إن هي تتطلق أو مش عارفة إن هي تتطلق، بتروح لهم هما بيدرسوا الحالة، بيعملوا عنها بحث ويشوفوا هل هي حالة ممكن مثلا يتدخلوا للصلح، ممكن ما فيش مجال للصلح فلازم فعلا السيدة دي تتطلق، ولو هي ما عندهاش القدرة المادية إن هي تتطلق هما اللي بيتكفلوا بالتكلفة كلها وبيوفروا لها محامي وبيبقوا مسؤولين عن تأمين كل حقوقها الشرعية وبيتدخلوا يعني تدخل قوي جدا بيحل المشكلة. فالمجلس القومي المرأة ممكن يساعدك لو حالتك فعلا تستدعي التدخل والانفصال بشكل نهائي، هم بيساعدوا في ده بشكل لطيف جدا. ومامتي بقى تقريبا فيمنست يعني، انا ما كنتش اعرف المعلومه دي، هي اللي قالت لي عليها، اتصلت في الفاصل، لقيت ماما بتتصل بالفاصل وهي عارفه اني على الهوا، فقلت لا ده كده في موضوع مهم جدا، لقيتها بتقول لي بقى المعلومه دي، قالت لي قولي المعلومه دي عشان يعني ايه لو اي حد عنده الأزمة دي يبقى عارف، لأن هي كان في حد شخصيا يعني هي تعرفه كان في حد شخصيا هي تعرفه وتدخلت معاه وراحت معاها وساعدتها وكده، فهي مرت بالتجربة بنفسها فقالت لي لا يعني ده حقيقي مش كلام يعني، وفعلا بيتحل المشكلة وبيتم الطلاق وبيتم الحفاظ على حقوقها وكل حاجة يعني. فيا الله يا الله حل جميلة كلها. جميل. مش فاكرة مين فاكرة ما قعدت احكي لكم على حقيقي. بصوا بقى احنا عملنا ايه، عايزين بقى نعمل ايه كمان. انا عايزة بايدي كده اضغط ابطط الصينيه دي كويس. الصينيه دي يا جماعه ضروري جدا انها ما تبقاش عاليه قوي ولا رفيعه قوي، يعني ايه متوسطه السمك بالظبط زي المكرونه البشاميل. انا بحب اعمل كده عشان انسق كمان شكل الطبق، اي اطراف هتتبهدل دلوقتي انا همسحها ما تقلقوش، ونكلم استاذ محمد واحنا بنضغط. يا استاذ محمد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. لو تكرمتي انا كنت بسال على الخضار اللي بيتحط فوق المشويات والحاجات دي كلها، بناكل الاكل ده فين؟ في الفنادق بس يعني، اي مطاعم من المطاعم اللي احنا بناخدها او بنروح لها يعني ما بنلاقيش الخضار اللي هو الخضار السوتيه، بيبقى عباره عن كوسه وبصل والفلفل الالوان، بس اهم حاجه التتبيله تبقى موجوده. بص هو السوتيه ملوش تتبيله عموما يعني، وهنزل لحضرتك المقادير. هو السوتيه الفكره في اللي بيطلعه حلو الطريقه بتاعته، الطريقه اللي بيتعمل بيها، فهقول لحضرتك الطريقه ازاي. هي الخضار بيتم سلقه سلق سريع جدا في ميه مغليه، وطبعا دقيقه يعني مش اكتر من كده، بعد كده بيطلع يتشوح في زبده ويتحط له مثلا ثوم، ملح، فلفل، شويه روزماري، شويه زعتر، بس انا من رايي ان ملح وفلفل بس هما بيكونوا احلى حاجه في السوتيه، وبس بياخد تقليبه كده على الزبده مع على النار، يطلع جميل جدا وبالصحه والهنا ان شاء الله. وبعدين ده في المطاعم بس، ايه ده ستات مصر بتعمل احلى سوتيه والله العظيم.
يلا بينا نمسح اطراف الطبق. بس كده مسحنا طرف الطبق، واي حاجة اتنعكشت كده في هذه المرحلة نظبطها تاني. بس كده وناخد صينيتنا القمر دي نحط لها بقسومات على الوش، هيديها قرمشة تحفة. يلا نشيل الحاجات الفاضية بالمرة. ونجيب البقسومات كده هنغطي بيه الوش. هيعمل ايه؟ هيعمل قرمشة جميلة جدا على الوش. في حتة بقسومات ناشفة. شايفين الكراست بقى دي جميلة اختيارية، ممكن لو حد مش عايز يحطها مفيش مشكلة، يعني ما عنديش بقسومات في البيت مش انا هحط لها زيت بالظبط. لو ما عنديش بقسومات في البيت عادي، مش الوصفه مش هتقف على شويه البقسومات اللي على الوش دول، هما بيدوا قرمشه جميله جدا، ولكن مش موجودين عادي جدا. وانا كمان هرش شويه زيت على الوش يدوا للبقسومات ده قرمشه. واعمل ده وانا بكلم ام فرج. يا ام فرج اهلا وسهلا. يا ام فرج ارجوكي تفيديني سريعا، يعني قولي لي. بعمل الغريبه وحطيتها في الفرن، فرشت مني خالص وكاني لسه حطاها عجينه. ثلاجه. انا حطيتها في الفرن بقول لك. لا ثلاجه. العجينه كلها؟ العجينه كلها لان بعد السوى. لا ملهاش حل خلاص. باظت كده؟ يا حبيبتي هي كان ليها حل، لو لسه فاضل عندك عجينه تسيبيها في الثلاجه تبرد. فهماني؟ بس خلاص خبستيها فما فيش حل. انا خبستها بس انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، مش هنرميها. مش هي مفرفته كده وزي الفرافيت؟ ايوه تمام. خديها جمعيها في علبه واعمليها كاسات، تحطيها كده في الكاس، تحطي عليها شويه كريم شانتيه وشويه فاكهه على الوش، بقوا حلو زي الفل. بس ما ترميهاش. مرميهاش يعني. لا 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 خالص، هي طعمها كويس، هي شكلها بس هو اللي مش تمام. هو شكلها متفتفته بس ايه اللي هو المشكله؟ ايه ايه المشكله؟ ايه يعني ايه السبب؟ العجينه ما كانت سخنه منك، او زودتي السمنه قوي، المقدار في حاجه غلط، او العجينه كانت سخنه محتاجه تدخل الثلاجه تهدى شويه. يعني لو كده تبقى سايحه مني احطها في الثلاجه. بالظبط، عجينه الغريبه سايحه منك في اي وقت وتحطيها في الثلاجه على طول. خلاص يا شيف. ماشي حبيبتي اهلا بيكي، اهلا وسهلا. حاطين لي رف زيادة في الفرن. درجة حرارة 180 وندخل الطبق الجميل ده. حرارة من فوق وتحت، وكالمعتاد عندنا مروحة توزيع حرارة هنحطها. على فكرة الوصفة كان فيها روزماري بس أنا ما حطيتوش، قلت خلاص ما دام حطينا في الدبابيس مش لازم ندي نفس الطعم في الكوسة، هي طعمها هيبقى جميل من غير حاجة، وطماطم مجففة هتديها طعم رائع. تقدروا تحطوا لها زعتر، بقدونس، كزبرة، روزماري، أي أعشاب أنتوا بتحبوها هتبقى جميلة جدا. يلا بينا هنطلع فاصل صغير ونرجع نعمل شوربة الكوسة، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل وهنبدا دلوقتي نشتغل في شوربه الكوسه. نحط حله بس تسخن على النار عبال ما نرجع نقول المقادير. يلا بينا شوربه الكوسه. هنحتاج 3 كوبايات ونص من الكوسه المفر منها كده بالسكينه ناعم، او مكعبات صغيره يعني، وحتى لو كبيره مش هتفرق براحتكم. بصله مفرومه،
معلقتين صغيرين من الثوم المفروم، نص كوبايه من الكزبره المفرومه، بطاطسايه مكعبات، واتنين كوبايه من بديل كريمه الطهي، وممكن تستخدموا لبن لو انتوا عايزينها خفيفه خالص، مرق او زبده، ومعلقه صغيره من الثوم الباودر، معلقه صغيره من البصل الباودر، رشه من جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. ممكن بدل الزبده سمنه، مفيش مشكله خالص، هتبقى جميله برده وممتازه. انا هحط الزبده وهحط مع الزبده شويه صغيرين جدا من الزيت، يحموا الزبده من ان هي تتحرق او يحصل لها اي حاجه. وده افضل دايما يعني. ثواني الزيت منقط هنا نمسحه. ويلا بينا هناخد البصله ونحطها مع الزبده والزيت وهما بيسخنوا عادي مفيش مشكله. كله كده ايه يسخن مع بعضه. زي الفل. هدي كمان رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، والبصل بيدبل بيبقى طعمهم احلى بكتير. ولحد ما البصل يبدا يدبل كده، تعالوا نقول مقادير الكيكه اللي هنعملها. والكيكه اللي هنعملها النهارده ما هو مافن، تقدروا تعملوها في صواني الكب كيك، مافنز لذيذه جدا وكمان فيها كوسه. كوبايه كوسه مبشوره هي بالشوكولاته، مافن بالشوكولاته وبالكوسه، وده تكنيك معروف جدا. بتحط الكوسه في الكب في المافنز، بتخليها هشه وطريه جدا، طعمها ما بيبانش اطلاقا لان الكوسه عديمه الطعم، وبتبقى جميله جدا. وجربوها على ضمانتي. كوبايه كوسه مبشوره وبالطين، وكوبايه ونص من الدقيق، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا، ونص كوبايه سكر، ثلاث ارباع كوبايه شوكليت شيبس او قطع شوكولاته. وتقدروا تجيبوا اي نوع شوكولاته بتحبوه تقطعوه لو مش عايزين تجيبوا الشيبس دي. نص كوبايه من الكاكاو الخام، معلقه صغيره من سائل الفانيليا، ونص كوبايه من الزيت، وربع كوبايه من الحليب. وهنعمل ايه؟ هنجيب عندنا بوله كبيره وبوله صغيره. في البوله الصغيره هحط البيض، والزيت، واللبن، والفانيليا. وفي البولة الكبيرة هحط الدقيق، السكر هحطه مع المكونات السائلة عشان يدوب معاها. هنا هحط الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والبيكنج صودا، مضرب سلك، هقلب المكونات السايله مع السكر، تقليبه حلوه. مافنز يا جماعه بنبالغش في التقليب، وعايزه بس ابص على البصل هنا، دبل اهو او سخن يعني مع الزبده. هاجي دلوقتي احط معاه البطاطس وهحط كمان الثوم وكمان الخضرة، الثوم الباودر، البصل الباودر، رشة من الملح تاني عشان تكمل بقية الخضار اللي اتحط، شوية فلفل، رشة من جوزة الطيب، وهنقلب كل ده مع بعضه.
التقليبة. وهضيف الشوربة. أنا مكتفية بهذا القدر، حاسة إني مش محتاج أكتر. هقلب كل حاجة مع بعضيها. وهغطي عليها وأسيبها تغلي. الكوسة تستوي، وطبعا هتستوي في ثواني، دي كوسة يعني ما بتاخدش حاجة خالص. نشيل الطبقة الفاضية اللي هنا وهنا ونرجع نشوف الكيكة دي هنعمل فيها ايه. وعيني مع الفراخ انا مش ناسياها، وبرضو الكوسة اللي تحت انا مش ناسياها. كله تمام جدا، يلا بينا. هاجي هنا هاخد الكوسة المبشورة هضيفها على الخليط السائل. وهنا هضيف الشوكليت شيبس. هقلب المكونات الجافة. انا عايزة احط ملح. اي كيكة في الدنيا لازم رشة الملح، بالذات لو كيكة شوكولاتة بتبقى رشة الملح دي مهمة جدا 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 وبتظهر طعمها. هقلب وهنزل المكونات. السايلة كلها هنا. هنسيب بقى ده ونجيب سباتشولا افضل ونبدأ نقلب. المافنز مش من الحاجات اللي يفضل تقلبها كتير، مجرد بس ما الدقيق يمتزج مع كل المكونات التانية. وهجيب صينية وهحط معلقة بمعلقة الايس كريم كده. ده طبعا ورق كب كيك موجود في كل السوبر ماركتس. لو صينيتي ما بتلزقش خالص مش ضروري استخدمه، لو بستخدم كوبايات سيليكون برضه مش ضروري استخدمه، فحسب انتوا هتعملوا ايه. ومعلقة واحدة في كل واحدة. معلقة الايس كريم عملية ونظيفة وبتسهل الموضوع خالص زي ما انتوا شايفين كده، مفيش اسهل منه بمعلقة الايس كريم. فضل مني حبة، ممكن ازود بقى هنا حتة هنا حتة. سيبش حاجة، المهم كل دي مقادير حرام. حالا.
يلا بينا. والكوسة هنا غليت، حاسبها تغلي شوية كمان لحد ما حضراتكم ترجعوا لنا من فاصل صغير، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. الكوسة طبعا خدت الغلوة اللي على النار اللي هتكون كافية جدا ان هي تستوي. انا هحط لها بديل كريمة الطهي الكمية اللي تناسبني. هنقلب. نقدر نضربها يا جماعة ونقدر نسيبها كده. انا حاسة يا نور انها كده احلى، ايه رأيك؟ مش كده؟ اسيبها؟ مش هضربها، هسيبها بس تاخد غلوة مع بديل كريمة الطهي. وطبعا بديل كريمة الطهي هو بديل توفيري جدا للكريمة، عشان ما نستخدمش كريمة بنعمله احنا هنا وعملناه مع بعض كتير. وممكن لو نلحق يا نور ننزل مقاديره. شكرا، هنزل لكم مقادير بديل كريمة الطهي. ممكن تضربوها بالهاند بلندر تخلوها كريمة خالص، ممكن تسيبوه كده قطع الكوسة صغيرة جدا فيها. وانا شايفة ان مفيش داعي لضربها، لان قطع الكوسة احنا اصلا فرمينها جدا بالسكينة، فهي ناعمة قوي من غير حاجة. طيب حضراتكم فين المساكة التانية؟ ما عنديش غير مساكة واحدة هنا. فين؟ لا مساكة ما عنديش غير دي. يلا بينا تعالوا نقدم الشوربة قبل ما المساكة تيجي. خدت خلاص الكريمة دفيت لان هي كانت دافية اصلا. نغرف الشوربة. الله الله الله، اعتقد يعني ده احسن وقت للشوربات. الشوربات اللي من النوع ده بتبقى مشبعة جدا. شكلها هيجنن بصراحة، يعني انا عايزة ايه اغطس جواها. حلو قوي كده. ناخد بقى الحبه اللي باقيين دول. زي الفل، طبق محترم من الشوربه. نمسح الطرف بسرعه. يلا بينا. ادي الشوربة، نطلع الفراخ والكوسة. شكل الفراخ مش قادرة اقول لكم تحفة، بصوا المنظر. بصوا الحلاوة. والكوسة كمان. صينية الكوسة، صينيتين ما يستاهلوش غير بقكم. بديل كريمة الطهي على فكرة نزلناه على الشاشة. تعالوا بقى اوريكم المافنز كمان، بس اما تشوفوا الحلوين دول. احنا الحقيقة مجهزين
مافنز من قبل الهواء عشان طبعا استحاله شويه الوقت الصغيرين اللي كانوا معانا دول يكفوا انها تتخبز. دي اللي احنا عملناها على الهواء، ما لحقناش نخبزها طبعا، انا هدخلها الفرن بعد الهواء. ودي اللي احنا عاملينها قبل الهواء، مافنز هشه وجميله جدا وتحفه وتجنن، ومش هتحسوا ابدا ان فيها كوسه. دي كمان طريقه حلوه قوي للامهات اللي ما بتبقاش عارفه تقنع عيالها تاكل خضار، تحطوا فيها كوسه مبشوره، تحط فيها جزر مبشور، ما بيحسوش بيها خالص. البنجر برده من الحاجات اللي ما بيتحسش بيها، ممكن تتبشر جوه اي كيكه شوكولاته. وهنا صينيه الكوسه تحفه طبعا، شكلها يجنن، بصوا عامله ازاي، والوش بقرمش البقسماط اللي احنا حطيناه. وهنا صينيه الاجنحه اللي بالبطاطس برضو عظمه، والجناح مقرمش وحاجه اخر جمال. يا رب ان شاء الله الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم، ويا رب الوصفات تكون ضافت لكم النهارده. بفكركم ان اعاده حلقه النهارده الساعه 8:15، بفكركم ان كل حاجه عملناها بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت الخاصه او بي ان سي فود. وطبعا صفحه البرنامج هي اهم حاجه، سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، بينزل عليها كل ما يخص الحلقه، فيديوهات وصور ومقادير وطرق مكتوبه، كل حاجه كل حاجه على صفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام. دي صفحه فيسبوك، تابعوها لتتابعوا لو عايزين توصلوا لاي مقادير او اي حاجه ناقصاكم. وحلقتنا النهارده كانت حلقه جميله بوجودكم طبعا كالمعتاد، وان شاء الله موعدنا بكره على لقاء الساعه 1 في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. كنت معكم ساره عبد السلام، ونتقابل بكره على خير باذن الله. مع السلامه. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.